السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الحلقة الإخوان، افتتاح أول فندق بالقرقرات من بعد ما المغرب نقاها من الصعاليك ديال مرتزقات البوليزاريو. هذا الفندق بمواصفات عالية، هاد الحمد لله هاد الثمار ديال تنظيف معبر القرقرات بدات كتبان. فتحية للجيش المغربي، تحية للمغاربة الأحرار أينما كانوا. دابا الإخوان غادي نمشيو للموضوع الأساسي ديالنا. أول حاجة غادي نجاوبوا واحد الكرغولي اللي كيتكلم على ولي العهد الحسن الثالث وكيفاش خالعهم وكيفاش ضرهم. كذلك غادي نشوفوا فيما يخص هذاك الفيديو اللي تشاركت معكم البارح على حساب داك الفلسطيني واللي كيدعم الانفصال وقال نحرر بلادنا مرورا على الصحراء الغربية. في المستجدات ديال اليوم ان هذاك واحد الجاسوس من المخابرات الجزائرية، جاسوس فلسطيني واللي كيخدم مع المخابرات الجزائرية. فبقوا معايا الاخوان، موضوع شيق جدا، وما تنسوناش غير بالتعاليق ديالكم، يعني هذوك القلوبة او الوريضات كتدعمونا بهم جزاكم الله خيرا. كذلك ما تنساوش اللايك والبارتاج، وعلى بركة الله نبدأ وصول بالموضوع ونبدأ مع واحد الصعلوك كذلك جزائري واحد الكرغولي ونشوفوا شنو كيقول ونتلقاو من بعد. أوه، نظام جزائري نظام عسكري. أولا ما حقوقيين أصحاب العناوين الفارغة، العناوين ربي سلط علينا البراميل الفارغة والعناوين الفارغة. يقول في عنوان تقول له شام انت، يقول لك ما على باليش. تقول له شو على المستوى التعليمي، يحضر في الدكتوراه ما شاء الله عليه في تركيا ولا في الهند ولا في فرنسا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تبون رئيس الجمهوريه وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحه، ماشي ليس قائد الاركان، قائد العام للقوات المسلحه، منصبه عنده سياسي ويحكم في الجيش، ولكن من يلبس ومدني، هو مدني يحكم في الجيش وما يقدرش يلبس لاتوني تاع الجيش لانه ليس عسكري ولي ما يحشمش. كيفاش انت بالك المغرب المملكه الوحيده في العالم اللي الملك تاعها ما حطش هكا كرعيه في الجيش الوطني ويلبس لاتوني تاع الارمي؟ وهذا حسن حسيسين، هذا حسن، هذا وين تفوت الارمي؟ واش يلعب فري فاير وما لعبهاش؟ هذا في فري فاير كون يلعب يخسر، والله في فري فاير ما يجي ب 10 دقائق ولا ربع ساعه يموت. هذا بستوني وهنا مش عارف شاداه الا حاط لا فيها كاش ماريشال ولا كاش. ومن موراه التصويره تاع محمد السادس مين كان عنده مين كان على ديدانه وراه مقلقب باغي يموت، وانتم دايرين تصويره قديمه راكم كيما وقت بوتفليقه، بوتفليقه كاع مكمل وهما يحطوا لنا التصويره تاعه بن بون بون بون. محمد السادس راه ملي تحطوا التصويره الحاليه ميزاجور، ما عندكمش ميزاجور، ما عندكمش صوار، ما عندكمش امبريمونت، ها شو هذا؟ ولابسين لها التوني مدنيه ماشي عسكريه. وهذه شايله هذه، انتو كيفاش لو كانك بتهبلونا بتحمقونا كما قال لك التلمساني بتحمقني بتحمقونا ولا كيفاش يا صاحبي؟ حمقتونا يا صاحبي، المشاكل كاع اللي فيكم بيتسلطوهم علينا. مدنية قال لك ماشي عسكرية، وهذه شايلة هذه مخزنية، ما تجيش بروح مع عسكرية بحول الله ما تجي عليك. وهذا العسكر هذه توني تاع عسكر، هذه توني، هذه توني يلبسوها الناس، بهدل. ما عندكم سلاح، ما عندك جيش، ما عندك توني. و هب هب هب، الهيشر هذوك الهيشر اللي يهضر. ما تهضرش. المملكة تعتبر الدولة الوحيدة، راك شفتونا أمام العالم والعالميات، شفتونا قدام الجناس، الدولة الوحيدة في العالم اللي الملك تاعها هو قائد العام للقوات قائد الأركان، وهو عمره ما كان في الأرمي. والوريد الشرعي تاع الحكم تاعها مسكين عمره ما لعب حتى في ريفاير، هو يلبس توني تاع الأرمي. أول حاجة نجاوبوا هذا الكرغولي ديال أشراف عقل أو ما عندهم عقل، أصلا أنتم لبستوا التوني ديال العسكر كما كتقول، لبستوه للبلارج وماشي بعيد تكونوا لبستوه حتى للصخرة وحطيتوه مع الشهداء. اش دركم من ولي العهد الحسن الثالث؟ يشارك او ما يشاركش ماشي سوقكم. اول حاجة نتوما يا المبردعين شرحوا لنا غير الصفة ديال عبد المجيد،
حنا يعرفين باللي هو غير دمية في يد العسكر، واجهة في يد العسكر، ما عنده حتى شي دور، ما عنده حتى شي تأثير. ومن بعد هاد الشي غادي نورين نسمعك واحد الاوديو ديال ايمانويل ماكرون وشنو كيقول عليكم وشنو كيقول على الجزائر. فعوض ما تدخلوا تهاجمنا حنايا، هاجم ايمانويل ماكرون اللي قال لكم نتوما ما عندكم تاريخ، اللي قال لكم بلي نتوما ماشي دوله وفرنسا هي اللي صنعتكم. كذلك شرح لينا كيفاش جنرال ما عنده حتى شهاده ثانويه وهو كيحكمكم، كيحكم دوله. شنو داركم من ولي العهد؟ علاش خلعكم لهاد الدرجه ولي العهد الحسن الثالث؟ وغير تشوفوه تشدكم السخانه. الله ينصرو، الله يخلي لينا. هذا هو اللي غادي يجيب لكم التمام، هذا هو اللي غادي يمسحكم من الخريطه. هذا راه سيد ولد سيدك، ياك رغوليه مكلخ. حنايا في المغرب راه الشباب هما اللي كيتحملوا المسؤوليه، اما نتوما راه الشباب ديالكم حتى كيوصلوا 70 سنه عاد كيتولوا المناصب. لبستوا البلاش التوني ديالكم، لبستوا الصخره التوني ديالكم، حطيتوهم مع الشهداء ومازالين كتهضروا. اما الامير ديالنا فالجنرالات ديالكم ما يقدوش عليه. عاش الملك ولا عزاء للحاقدين. وكنتمنى انك تشوف هذا الفيديو، وكنتمنى من الاخوان يبارطاجوا هذا الفيديو باش تسمع هذا الفيديو وتسمع ايمانويل ماكرون شنو كيقول عليكم وشنو كيقول على عبد المجيد الرئيس ديالكم اللي كتفتخروا به. نخليكم مع الاوديو. كما سمعتوا قال لك بلي عبد المجيد لا يملك شيئا، عبد المجيد هو مجرد دمية، عبد المجيد لا تأثير له، بل العسكر هما اللي كيحكموا. قال كذلك بلي الجزائر فيها الغاز، الا ما بقاش الغاز فما بقاتش الجزائر. وكيضيف وكيقول بلي المملكة المغربية الشريفة ما مسوقاش لهاد العسكر وما مسوقاش كذلك للجزائر، ولا بغات المملكة المغربية الشريفة ففي يوم واحد ما غاديش تبقى الجزائر. فإخواني أخواتي اللي باغي التفاصيل على هذا الموضوع على هذا التسريب، يعني راح نطيناه في القناة الاحتياطية فيدخل اللي عندنا ويدعمنا كذلك تما. غادي نمروا الإخواني الموضوع الأخير وهو داك الجاسوس الفلسطيني التابع للمخابرات الجزائرية. أن طريقنا إلى فلسطين تمر عبر الأردن، ولكن طريقنا إلى القدس تمر عبر الصحراء الغربية. شرفنا الفلسطينية والعلم الفلسطيني أخي العزيز. قادمون. نعم. علي الكوفي. هاد الجاهل الاخوان، هاد الجاهل كيخلط ما بين القضيه الفلسطينيه ومرتزقات البوليزاريو. فالامر كيتعلق بواحد ينصب، يعني هاد السيد اللي سميتو محمد احمد الماضي ينصب نفسه كرئيس اللجنه الفلسطينيه للدفاع عن الصحراويين. فحقيقه هذه اللجنه واش فعلا هي لجنه؟ واش فعلا هي فلسطينيه ام لا؟ فاخواني اخواتي هذه ماشي حزب ولا منظمة ولا كيان معترف به داخل الأراضي الفلسطينية. زوج ديال الأشخاص سموا راسهم لجنة، حتى هما كياخذوا النصيب ديالهم من الفلوس ديال الغاز الجزائري. فالبزبوز مفتوح لكل من يتضامن مع البوليزاريو ومسدود على الشعب الجزائري. بعض المناسبات كيتكلم على ما يسميه بالتضامن مع الصحراويين، ولا يوجد بيان ديال هذا الشخص مع فلسطين، يعني ما عنده حتى شي بيان. هو كيتضامن مع القضية الفلسطينية، أنه كاين شي بيان ضد إسرائيل. فهادو كانوا حاولوا في 2016 يديروا واحد الجمعية فلسطينية للتضامن مع الصحراويين، لكن حماس رفضت. وأن ذاك البوليزاريو شنو قالوا؟ قالوا عليهم خونة حماس في قطاع غزة لم يتأخروا كثيرا حيال خبر تأسيس لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي، حيث سرعان ما حاول المدعو صلاح
البردويلي نفي وجود أي لجنة للتضامن مع جبهة البوليزاريو في قطاع غزة، مبرزا أن الشعب الفلسطيني لم يكون طرفا في أي خلافات. وأضاف البردويلي في تصريحات صحفية على أن حماس تنأى بنفسها ومقاومتها عن أي خلافات عربية، قائلا لا يوجد لدينا في غزة أي توجه من هذا القبيل، ولا توجد لدينا أي جمعيات أو لجن بهذا الاسم. فهذا الشخص إخواني أخواتي هو كيمثل نفسه، هو لا يمثل فلسطينيين، هو يمثل الوهم، كيمثل المرتزقة ضد البوليزاريو، وكيمثل أموال الشعب الجزائري، يعني كيمثل البزبوز اللي مفتوح واللي فوق ما خرج يتضامن مع البوليزاريو ياخذ النصيب ديالو من الغاز الجزائري، يعني البزبوز محلول لكل من تضامن مع البوليزاريو ولكن مسدود للشعب الجزائري. فتحية إخواني أخواتي المغاربة الأحرار أينما كانوا، ما تنسوش أنكم تدعمونا باللايك ديالكم، بالبارتاج، كذلك بالاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.